مع الأنقة ومع الأمور اللي كتهم كل مرة مغربية. وشبح اللي تخلعنا احنا كامل العيالات، عرفتي شنو هو؟ التجاعيد. اي علامات السن، وهذه مساله لما نفر منها، فاكيد التجاعيد كتخلع كل مره مغربيه. فاحنا اليوم غادي نحاولوا نعطيكم بعض الافكار، حلول رائعه لمحاربه التجاعيد. ولكن قبل غادي نعطي واحد المقدمه بسيطه، نعرفوا بعد هذا الشبح اللي تخلعنا شنو هو، منين تيجي هذا التجاعيد، واش فعلا مشكل كبير او عنده حلول وعلاج الى بديناه مبكر، كذلك حتى حلول طبيعيه لنقدروا نتخلصوا من التجاعيد، وشو السن اللي تيخصنا ان احنا نبداو فعلا نهتموا بالبشره ديالنا ونعطيوها باش تغدى. احنا اليوم غادي نمشيو بالطبيعه، لان احنا دائما تنرتاحوا لاي حاجه اللي هي طبيعيه وبيو ديال يعني داخله في كل دار مغربيه. هذا موروث ديالنا الحمد لله اللي احنا مفتخرين به، امور اللي هي بسيطه سهله واقتصاديه مع وصفات ان شاء الله غادي نعطيوها لكم في الجزء الثاني. خليكم معنا، وانا كنحيي اكيد ضيفتي وضيفتكم اليوم اللي منورانا في بلاتو لاله فاطمه، سيده عائشه منيب اللي هي اخصائيه في التجميل الطبيعي اللي غادي تكون حاضره معنا ان شاء الله، وهي حاضره معنا. غادي نقول صباح النور ومرحبا بك لاله عائشه. صباح الخير، صباح الخير على الطاقم ام اف ام، وكنوجه تحيه اليوم للجميع ولجميع المستمعين والمستمعات. بارك الله فيك لاله عائشه، منورانا اليوم. شكرا على حضورك معنا وقبول دعوه البرنامج. انا عارفه عندك خدمه بزاف، ولكن قلتي لي اليوم حنا غادي نتكلموا على الطبيعه، امور كل مره مغربيه عارفاها وبغينا نعرفوا حتى البنوتات ديالنا، يعني هذا الجيل الجديد حتى هما ياخذوا فكره من الحويجات اللي هي كتميزنا حنا كمغاربه، كنلقاوها في ثقافتنا بحال زيت ارغان، زيت الزيتون، الحنة، الغسول، هادو كلهم امور ياك تربينا عليهم. نعم. ولكن كيف الاستعمال، احنا اليوم غادي نعطيهم طرق جديده. قبل كيف ما قلنا غادي نذكر بارقامنا لكل من باغي يتكلم مباشره مع لاله عائشه، عندها اي سؤال تهم جمالها خصوصا في مشكل التجاعيد. احنا اليوم لان فعلا لاله عائشه عندها بزاف الوصفات، فانا ما بغيتش نكثر عليها، بغينا نمشيو خطوه خطوه. غادي نبداو بالتجاعيد، غادي نبداو بالوجه هو الاول، وغادي نعطيكم اقنعه وماسكات لاول مره تتعطى، فخليكم معنا، قيدوا هذا الشيء كامل ورقه وستيلو على جنب، وغادي نعطيكم ارقامنا لكل من حب نتواصل مباشره مع لاله عائشه. مرحبا دائما الارقام 05 22 30 30 00، او رقم ثاني اللي هو 05 22 31 33 33. اذا اول حاجه لاله عائشه غادي نعطي واحد المقدمه بسيطه ياك، غادي نعرفوا هاد التجاعيد منين تجي. وفي الحقيقه انا اول حديث لي مع المستمعين والمستمعات، كنشوفوا من زمان زمان كانوا الوالدين ديالنا والوالدات ديالنا كانوا هم من بكري حنا كانوا كيحافظوا على البشره ديالهم، وكيحاولوا دائما تكون جذابه وانيقه، ولكن كانوا كيستعملوا هذه المواد طبيعيه، كانوا كيستعملوا زيوت، كانوا كيستعملوا بزاف ديال الاشياء، منهم كي ذكرتي في التقديم الغسول الزيوت هذا، ولكن كانت غير مقننه لان هما كانوا كيستعملوها هكذا عشوائيه، يعني الخام طبيعيه خام. ولكن الان الحمد لله ونشكروه بحكم التطور اللي ولا دابا، وحنا كنشوفوا مجموعه من مختصين ومتخصصات في هذا المجال ديال التجميل وديال المستحضرات التجميل، اللي عطاونا واحد قنوا لي كما وكيفا، يعني ما بقاش داك خلاص الغسول البلدي القديم، ما بقاش في اضافه، ولكن بقى ولكن تقنن، لان الناس كيعملوا داك الشيء بلا الكميه، كيقدروا يديروا كميه كثر، يقدروا يديروا كميه قل. مثلا الزيوت كانوا كيخرجوا بها في النهار، وهي ما خصهاش تخاد في النهار، خصها تخاد في الليل، كياخذوا كميه كثر. دابا الان ولا تبارك الله علب اللي طبيعيه 100% مصوبه من يعني السيد عليها غير تشري وتستعملي صافي بلا تمره، هذا الشيء اللي كاين بالنسبه لها. تبارك الله عليك لاله عائشه. اذا هذه كانت كمقدمه صغيره، ولكن بغينا نعرفوا هاد اسباب التجاعيد منين تجينا. كثير بزاف الناس كتقول لك انا جاتني السن مبكر، عكس زمان، زمان مثلا كان حتى لواحد السن عاد كنبداو نشوفوا اثار وعلامات التجاعيد، دابا ولينا بكري. نعم، هذا سؤال وجيه في الحقيقه، لان كنشوفوا هي مجموعه من الاسباب، ولكن انا نقتصر لك على جوج ديال الاسباب. السبب الاول هو السبب الوراثي، الجينات، لاننا كنشوفوا مثلا بعض الاسر اللي البنات ديالهم مثلا يلا عندها 20 عام ولا 22 عام ولا شي حاجه كتلقاها تصابت بالتجاعيد. علاش؟ لان الجينات عندهم
وراثيه انهم كيظهروا التجاعيد مبكر بكري كيظهروا بكري. وهذيك هاد الناس كنطلب منهم زعما كنصحهم انهم يعتنيوا بالبشره ديالهم اكثر من العلاج. خاصهم عنايه زايده. زايده. بالنسبه للسؤال الثاني اللي هو راه ما نقولش لك راه كاين بزاف ديال الاشياء اللي كتسبب في ظهور التجاعيد. المشكل الاول هو البيئه. انت كتشوفي كي كتشوفي التلوث ديال البيئه ولا عام عفوا اضرار اشعه الشمس حتى هي التدخين. كنشوفوا التدخين كنشوفوا الاجهاد والتوتر. الانسان مضطر كتلقاه ديما مقلق وداك القلق إن اصلا ملي كتقلقي راه كديري بزاف ديال العلامات في الوجه اللي كيبقاو كيبقاو مرسومين في الجبين بين العينين مجموعه من الاماكن. وكذلك كنحث على شرب الماء. شرب الماء لانه اذا ترطيب مسألة مهمة مهم بالماء الطبيعي. لان الماء ملي ما تيكونش انت شوف احنا ناخذ مثال عين من الارض. الارض سبحان الله الا ما صبتش الشتا وما مطرش لينا امطار ديال الخير كتجف وكتعطي حتى هي الخيوط كيبانوا دوك الخيوط التجاعيد ديال الارض. وراه كذلك هذيك سبحان الله وتقول لك جعلنا من الماء كل شيء حي. والبشره راه شي حاجه حيه تتغذى بالماء. نعم اذا خصنا ضروري نشرب الماء ياكل العيش. الماء كنأكد عليه المستمعين بزاف لان شحال من واحد ما كيشربش الماء. انا في الصباح كنأكد على الناس قاروره ديال الماء يحطها قدام واخا يكون كيشتغل كيدير يفكر راسه في الماء لان الناس كينساو الماء اصلا. صح حنا شويه للاسف هذه القضيه باقا ما ولفناهاش. اذا من الصالح العام وبالجمال ماشي فقط غير جمال ولكن حتى الصحه شرب الماء ضروري. الناس السيدات اللي عندها الامكانيه الحمد لله تقدر مثلا تشري تا كريمات تغدي وترطب بها البشره ديالها. تبدا بالسن المبكر شويه مزيان. نعم خص الانسان هي اللي ما كانتيش كتعتني بالبشره ديالك يوميا خاص زيوت كتخاد في الليل. كاين كريمات كيداروا في النهار اللي ما كنتيش كتداومي هذا الشيء وكتستمري عليه وكنأكد على الاستمراريه راه ما كتعطيش النتيجه. ما يمكنش تعطي النتيجه. حنا ناخذ دائما المثال ديال الارض. الا ما سقيتيهاش ولا ما عطيتيهاش جميع الاشياء اللي كتخص يعني الادويه وهذا راه ما كتعطيش السماد والتربه مزيان وهذا راه ما غاديش تنبت لك حتى حاجه. كذلك البشره راه هي هكذاك. راه البشره ديالنا راها مهمه بزاف والناس حتى كتوصل واحد السن هذا كيبقى يقولوا ايوا انا ظهر لي التجاعيد في مده بقى السن ديالي زعما تقدر كاين 35 30. قولي لي العيشه دابا بيناتنا غادي تعطيني هذا السر هذا امتى غادي نبداو نتهلاو في البشره ديالنا ابتداء من شنو سن؟ وهي في الحقيقه انا قولي لنا الحقيقه بغينا نعرف الحقيقه. سن المراهقه. سن المراهقه البنت كتبدا تعرف راسها اشنو كاين خاصها تبدا تعتمد على الاشياء الطبيعيه. كنأكد الوجه ديالها لان البشره راه هي كل شيء. البشره ملي كتكون مغذيه مزيان كتبقى دائما فيها الرشاقه وفيها الجمال وفيها اشياء جميله في الوجه. في الوجه. اما الانسان اللي كيكون حتى كيفوت واحد يقول لك انا ولا هذا خص ضروري ومؤكد انا كنأكد على جميع المستمعين يعتنيوا بالبشره ديالهم. ونحمد الله ونشكروه دابا راه ولات كل شيء ولا كل شيء موجود. كل شيء موجود. خلاص انا غادي نكونوا بطبيعه الحال التعليمات غادي تمشي على حسب السن. يعني المراهقه ماشي هي في سن نوج ماشي هي طبيعه الحال ماشي هي الشيخوخه كل حاجه وعندها السن وعنده لان السن ثاني ملي كتوصلي لواحد السن ديال انا ما كنقولش لي سن الياس لانه ما كاينش سن الياس. لا حنا كنسميو سن النضوج. سن سن الجمال. انايا كنسمي سن الجمال ديال العقل وكمال تبارك الله. سن الجمال ونحيو كاع العيالات اللي كيسمعونا في السن هذا ولا تيديروا شغال ولا تيتصنتوا لينا فعلا نسلموا عليهم الصباح الله يديهم صحيحته. هذا السن ديال الجمال لان المراه ملي كتوصل واحد السن اللي هو 45 سنه ولا هذاك هو القمه انها تعتني اكثر. الا كانت كتعتني مثلا 50% غتعود تعتني 100%. صافي تفرغات دابا الوليدات تكبروا هي تاع راسها تديني في راسها وتقبلي راسها ياك. صلاح على بالك لاله عائشه بوني. حنا اليوم معك هاد الجليسه زوينه غادي نتقاسموها مع كل مغربيه ومغربي اللي كيسمعونا. وهاد الوصفات ماشي فقط حنا كنتكلموها على النساء والعيالات يقدر يكون حتى الرجل تا هما عندهم مشاكل تا هما عندهم تجاعيد فحنا فحالهم ما كاين حتى شي اختلاف. هذه راه ربما بنيه جسميه لكل انسان خصو يتهلا فيها. وايضا قلنا التغذيه متوازنه خضر
زوينة فواكه غنية شرب الماء الكافي، وهاد كتجي في المرتبة الثالثة اللي هي قلنا بعدو على التوتر ونعطيو كريمات أساسية باش كتغذى هاد البشرة. احنا معكم أكيد مع لالة عائشة ومع أرقامنا 05 22 30 30 0، أو رقم تاني اللي هو 05 22 31 33 33. عندكم أي سؤال تهم البشرة ديالكم، تهم موضوع حلقتنا لليوم اللي اختارينا التجاعيد، تجاعيد مبكرة وتجاعيد اللي في سن معين، محتارين شنو تقدروا ديروا، شنو بطبيعة البشرة ديالكم، لأن كل عائشة نعم كل طبيعة بشرة عندها يمكن أقنعة الخاصة بها. كاين البشرة الدهنية، كاين البشرة الجافة، كاين البشرة اللي فيها بعد الندوب اللي خصيت مع الكريم لي كريم ومع الزيوت كتبقى مرة حتى كتلاش هاد الخطوط اللي كتكون. للعشاء يمكن تقدر تعطينا هنا اليوم نصائح باش نتفاداو ظهور التجاعيد المبكرة. كثير ديال الفتيات ويمكن كثير ديال السيدات يوقعوا في أخطاء بزاف، وتنكونوا ماشي غير عامل سن هو اللي تلعب دور، بل حنا كنزيدوا نعجلوا بظهور هاد التجاعيد. كاين اسباب كثيره، انا يمكن ما غاديش ندخل التفاصيل ديالها، انت ادرى شنو هاد الاسباب اللي تقدر مثلا تخلي ان حنا نتفاداو هاد ظهور تجاعيد مبكر؟ كاين اصلا بالنسبه انا كنصح جميع المستمعين اللي كيسمعونا الان ومستمعات، كننصحهم بالاحتراس من اشعه الشمس. تفادوا أشعة الشمس، أشعة الشمس لأن تبتات بعض الدراسات أنها هي أقوى من الجينات الوراثية. إذا نحاولوا نديروا الوقاية، استعملوا النظارات، استعملوا كريم طبيعي اللي طبيعي 100%، الحمد لله راه ولاو كريمات طبيعيين في الوجه ديالنا ديال النهار باش البشرة تفادوا تأثير أشعة الشمس محمية منها. ونعود أكد شرب الماء لأنه هو مهم، ونزيد أن استعمال هاد النظارات، هاد النظارات الوقائية ماشي غير على الشمس، حتى كنستعملوهم حتى على مثلا بغينا نخيطو، كتشوفي المرأة هي غادي دخل البرا في الخيط، هي كتكمش وجهها، هي كدير هذاك الشيء، راه تدير صعوبة باش تشوف، وهذيك الصعوبة تتخلي كتنبت هذوك كيظهروا هذوك التجاعيد. نزيد على ذلك مثلا ملي كتكون باغا تقرا، ملي كتكون كتقرا كاين المرأة المغربية تبارك الله رفع لها دائما الأناقة والجمال، خصها تقرا وتتبع المجلات وتشوف صراحة ملي كتبدا تقرا يعني ضروري تستعمل النظارات، لانها هي كتقيها من انها تبقى تشوف بزاف وكتبقى تحدق بزاف، وهذيك سميتو كيأثر لها على الخيوط ديال العين ديالها. واستعمال الحاسوب، دابا البنيتات تبارك الله ما نقولش لك الحاسوب ولا عندهم في الدم ديالهم ولي ساعات وساعات، اذا حتى هو كيولا كيعجل من ظهور التجاعيد في السن المبكر. كتشوفي البنات تبارك الله يلا عندها 25 عام 26 عام بداو كيظهروا لها هذوك التجاعيد، علاش؟ لان ما كديرش نظارات وقيه وكتبقى كتحدق في الحاسوب، وكياخذوا وقت طويل في الحاسوب ملي كيبقاو يقراو ولا كيستعملوا شي كيجبدوا شي. هذه يمكن من بالعادات الخطا اللي خاص بزاف السيدات ترد لها البال، استعمال يمكن مكياج بسن مبكر، عدم اختيار نوعيه الملائمه لكل بشره. وانا كنأكد على المواد الطبيعيه دائما، حنايا الحلقه ديالنا هي المواد الطبيعيه. المواد الطبيعيه، عايشه شي حاجه، احنا اليوم غادي نرجعوا للطبيعه، ياك شاهدتينا فواحد الخريجه اليوم وبعد الجو زوين ومع اليوم الربيع، كنحيوا كاع الناس الباديه اللي كيسمعونا والناس ديال الطبيعه اللي كنحييهم، الناس ديال جمعيه اركان، الناس ديال زيت الزيتون، الناس ديال صابو البلد، كل هاد العيالات حنا غادي نسلموا عليهم اليوم وراجعين بعد فاصل إشاري قصير. جلسنا مازال فيها بزاف ديال الامور غادي نتقاسمها معكم انتم مستمعاتي بعد فاصل إشاري قصير. يلا رجعنا معكم مستمعاتي، هذه 9:31 دقيقة بالضبط، يلا اللي يلا فايق يمكن أو اللي يلا شاعل الراديو، مرحبا بكم انتم في أسرتكم أسرة لالة فاطمة اللي اليوم اختارت موضوع حلول بسيطة من الطبيعة لعلاج التجاعيد المبكرة. احنا معكم ديما من طبيعة نعطيكم أقنعة ماسكات أمور اللي هي زوينة، هذا مورود الحمد لله بغينا نحافظوا عليه، نعطيو فكرة كذلك حتى للشابات المغربيات اللي تتابعوا برنامج لالة فاطمة، يقيدوا معنا الوصفات لأن فعلا لالة عايشة منيب اللي هي أخصائي التجميل وطب طبيعي اللي غادي تعطينا حلول بزاف، وغادي صراحة غتفاجئوا معايا ملي غتشوفوا الكريمات والأقنعة غتفاجئوا ياك لالة عايشة ما تخيلوهاش على بالنا. طيب لالة عايشة، احنا غادي نبدا في الجزء الأول اللي خصصناه تنعطيو واحد الشاشة مملات
نعطيو بعض الاحتياطات بعض النصائح باش كاع المغربيات ديالنا يتبعوها خطوه خطوه وتجنبوا ان شاء الله هاد المشاكل هذه. حنا قلنا اول خطوه اللي فاتهم يلا شعلوا الراديو. شنو هي لاله عائشه؟ تفادي اشعه الشمس. ياك تفادي اشعه الشمس. نخصني نحفظ معاك الدرس. شرب الماء. حتى نخصني نحفظ معاك. نعم نعم. نتفاداو نجوا الشمس بزاف. ايه استعمال النظارات الوقائيه. ايه النظارات. الخياطه القراءه استعمال الحاسوب وشرب الماء. وبقات لي واحد النقطه اللي هي النوم الباكر. النوم باكر نعس بكري. نعس النوم سبحان الله العظيم كاين واحد الماده اللي هرمون كيسمى اش جي اش وهذا الهرمون هو هرمون النوم البشري وسبحان الله حنا ملي كنعسوا هو هذا كيخدم كيخدم الجلد وكيعطيه الشباب والمرونه. هذا انا كنصح الناس باش يحاولوا ينعسوا بكري لان النعس بكري راه قد ما نعسنا بكري راه بكري راه كاين واحد الهدوء للجسم كترتاح كتحاول تبني نفسها كتخدم سبحان الله ماشي هرمونات اللي كيخدموا بالليل كيخدموا حنا تنقولوا كتجدد الخلايا بالليل كتجدد الخلايا وكل كل هرمون عنده واحد المسؤوليه ديالته في خدمه اذا النوم للعيشه مهم بزاف كثرة الصهير ما نصحوش بها خصوصا نتوما يا الفتيات اللي كتسمعونا في الحاسوب قالتها لالا عائشة ما تكثروش بزاف الصهير على الحاسوب هادشي تعطي مشاكل ياك محيط العين الهالات السوداء زيد الخطوط الكبيرة اللي كتبان في العين تتبان العين متعبة بزاف وعيانة تعكس واحد الصورة ماشي هي هذيك في جمال طبيعي لبشرة الإنسان ياك حيت دابا سبحان الله كي قلت لك أنا كاينين شي هرمونات اللي كيخدمونا وحنا ملي كنكونوا ناعسين كيخدموا الجسائد ديالنا كاين واحد الهرمون اللي داخل الجسم ديالنا ورزقنا به الله سبحانه وتعالى انه كيتسمى الكولاجين الكولاجين عنده واحد المسؤوليه عنده واحد المسؤوليه وكيخدم وكيحمي وكيحافظ على مرونه الجلد جلد البشره ولكن مني كتبدا تنقص وتنخفض هذه الماده اللي سميتها الكولاجين كتظهر تجاعيد صح وهادشي الكولاجين كتنقص مع العمر مع العمر وعاد زيد العادات الخاطئه تزيد تنقص اكثر واكثر وراجع ثاني لعدم العنايه لعدم العنايه تنقص لعدم العنايه والكولاجين قلنا مساله مهمه بزاف وماده اساسيه وجوده في البشره ديالنا طبيعي داخل الجسم ديالنا سبحان الله هادشي علاش كنلقاو يمكن في بعض الكريمات فيها الكولاجين باش كتزيد كتزيد حمايه ديال البشره ديال سبحان الله طيب لالا عائشة حنا قبل ما نشوق المسامعات نعطيهم الأقنعة ونعطيهم الوصفات غادي نمشيو نفتحوا قلوبنا وخطوطنا نسمعوا هاد المغربيات فاش يفكروا اليوم شنو الأسئلة اللي محضرين لينا شنو هي طلباتهم حنا اليوم راه الإشارة أي وحدة بغات تسولنا شي سؤال تهم الجمال ديالها كيهم التجاعيد اللي هو موضوع حلقتنا مع لالا عائشة منيب شنو ناخذوا أولى مكالمتنا على رقم 05223300 أو رقم ثاني اللي هو 05221333 ألو السلام عليكم الو صباح النور صباح الخير اخت سمية صباح الورد والياسمين شخبارك الحمد لله شكرا على البرنامج الله يطول عمرك باين من صوتك انك باقي شابه صغيره شحال في عمرك انا عمري 25 سنه 25 سنه اذا باقي ما كاينش تجاعيد بزاف ياك ولكن عندي واحد طالب قولي لي بدا نتشرفوا باسم كريم والمدينه سميتي ناديه من دار البيضاء ناديه من دار البيضاء مرحبا بك ناديه قولي لي شنو الطلب ديالك الطلب ديالي هو انا ما عنديش مع الاقنعه ما تعجبنيش نديرهم بزاف وبغيتكم تعطوني شي حاجه سهله ما عندكش مع الاقنعه شنو اللي تخليك انك ما عندكش مع الاقنعه بزاف فيها تمره فيها التحضير فيها التوجد معجزه انت معجزه واخا وشنو كدير في كعنايه يوميه البشره ديالك كتستعمل كريمات كتستعمل شنو كندير كريم كندوزو كندير كريم دوزوب وكندير اكرون توتال وهادشي ديال التقليدي وهادشي ديال الخلط هادي مع هادي ما عندكش لقانا ليه يعني كنشري هادشي وتنحطو عندي وما تنستعملوش كتشري وما كتستعمليش في الحمام ديالك الاسبوعي عطوني شي حاجه تكون سهله نقدر نقي بها من التجاعيد واخا لا لا ناديه قولي لي في الحمام ديالك الاسبوعي ملي كتمشي للحمام شنو تدي معاك كدي لا حنينه ما كدي لا غسول ما كدي والو لا لا واخا لالا عائشه ناديه قالت لك انا معجزه هي ما طلبت غير حقها هي ما باغا دير حتى شي مجهود بغات شي حاجه اللي هي سهله وموجوده ومخلطه قولي لها راه كاين واحد الامور اللي هي مخلطه ومصوبه ومقدمه عليها غير تستعملها يعني بلا ما دير مجهود نعم بالنسبه للاقنعه اللي كاين عندي واحد
الماسك اللي سهل. وكان عندي واحد هناك كريم كيكون كريم طبيعي، كتاخذي كريم طبيعي اساسي وكتضيفي عليه واحد المعلقه ديال بودرة اللؤلؤ اللي غنهضر عليها، مجموع بودرة اللؤلؤ والطين الابيض. كتاخذي بودرة اللؤلؤ في هذا الكريم الاساسي، كتخلطيه كتمزجيه وكتستعمليه ثلاثه المرات في الـ في الـ في اليوم، في اليوم الصباح في الغداء فما تغسلي وجهك كتستعمليه. ملي كتستعملي هذا الطين الاخضر هو ممتاز بزاف. فاكيد دابا خلاص انا دابا مخلطات موجودين للعيشه ياك، مصوبين فيهم النكهات اللي بغات، الاعشاب اللي بغات. لكن نعم. مثلا غير صابو البلدي تبارك الله دابا راه كاين في الاسواق موجودين مخلطات وبنكهات وخلط الغاز كلشي كاين. بودره الطين الابيض، بودره اللؤلؤ، كلشي ولا موجود في السوق الحمد لله. طيب غادي من بعد غادي نمشيو ناخذ مكالمه اخرى. نقولوا الو السلام عليكم. الو السلام عليكم اختي سميه. وعليكم السلام سيدي مرحبا. صباح الخير والربح، كيف لقيتي اخو هذا؟ مشرفنا اليوم باضافتك اليوم واخا تنتكلموا على التجاعيد. مرحبا بك سيدي. الله يسلمك، كيف لقيتي اختي عائشه؟ صباح الخير، كيف لقيتي؟ بارك الله فيك سيدي، صباح الخير. الو صباح الخير. تفضل سيدي نتشرفوا بالاسم الكريم، شكون معنا؟ ابو هاجر من فاس. ابو هاجر من فاس، مرحبا بك خويا ابو هاجر. الناس الفاس عندي مشكل ما عرفتش داخل في نطاق التجاعيد ولا عندي مشكل ديال جبهتي، بغيت نسقسي على العيشه. جبهتي قلت شويه ابو هاجر، ياك انت اللي كتستعمل الخياطه والصناعه التقليديه الا ما خدمتيش ذاكره؟ لا 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 واخا. قلتي شكرا. عندك مشكل خطوط في الجبهه؟ مشكل ديال جبهتي فيها خطوط ياك سيدي ابو هاجر. اختي عندك فيها خطوط قلتي لي ياك، بانت العلامه ديال كتولي كتطلق لي بعض القشره جبهتي، كنلقى مشكل القشره بزاف بحال اللي كتحرش اغلبيه جبهتي سيرتو جهتي بزاف. هذه دابا مده ما مشيت صراحه للطبيب لا والو، ما عرفتش مناش واش وكندير الكاسكيت بزاف. اذا انا اللي كنت غنسولك واش كدير شي كندير شي طربوش الاغلبيه كنديرو كدير كاسكيت. واخا لالا عائشه غادي تجاوبك. شكرا لك يا ابو هاجر، تبارك الله عليك وصباحك مبروك. ما كاين حتى مشكل الله يا ودي، فرحنا اليوم ابو هاجر لان هذا الموضوع ما كيهمشي فقط غير النساء، ها هو الدليل. هذا راجل اللي عيط لنا اليوم. مرحبا، غادي نمشيو ناخذ مكالمه اخرى. الو السلام عليكم. الو صباح النور. صباح الخير. السلام اختي، كي دايرين اختي لاباس؟ الله يبارك فيك. خديجه من الدار البيضاء. مرحبا لاله خديجه، ربي يخليك اختي. اختي بغيت نسول الدكتوره، دابا انايا وجهي سمرت بوحدو على الدات ديالي، ما عرفتش مناش، ما كانش بحال هكا في الاول، دابا ولا وجهي شويه مغلوق على 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 الجسم ديالي كامل. كتعرض للشمس خديجه؟ لا لا اختي، غير حاجه وحده كنديرها فاش كنمشي للحمام عادي، الحمام البلدي كنجلس تخون بزاف، عزيز عليا نجلس تخون بزاف. واخا لاله خديجه، واش منو واش ما عرفتش اش ندير، اذا كان شي حاجه اذا عندك المشكل ديال وجهك اللي اللون ديالو محقون ياك؟ اه اللون، اللون ديال وجهي مغلق على الجسم ديالي، ما خليت ما درت ما كندير اقنعه شويه اللي كنسمعوا داك الشيء والو ممكن حتى شي نتيجه. واخا لاله خديجه على الراس ولا حنا غادي نجاوبوك وشكرا لك بزاف. ونذكر انا لاله عايشه منيب ماشي طبيبه، ماشي اخصائيه طب جلد، وانما متخصصه في الجمال الطبيعي، اخصائيه تجميل، غتعطينا اقنعه طبيعيه باش نوضحوا هذه الفكره. راجعين ناخذوا دائما مكالمات المستمعين. كتقيد لاله عايشه ياك؟ نعم نعم خدام كتقيد معك ضروري. يلا ناخذوا مكالمه اخرى. الو السلام عليكم. عليكم السلام. صباح النور لاله، مرحبا بك. صباح الخير اختي، شخبارك؟ الحمد لله اختي بارك الله فيك. ايوا اش كتعاودي فطرنا؟ بدينا كنديروا الشغال ولا مازال؟ بدينا. اي والله يعاونك. يلا تشرفوا باسم كريم، شكون معنا؟ فاطمه من جديده، معكم فاطمه من جديده. فاطمه من جديده، لاله فاطمه قولي لي اش حاب الخاطر؟ اختي انا عندي البشره داكنه ليا بالشمس. كتعرضي للشمس بزاف؟ كنتعرض للشمس وبغيت اختي شي وصفات بحال هكايا دار لي ترجع لي البشره، حيت انا بشرتي ما كانتش داكنه كيما دابا. اذا يمكن كتشابه انت ولا لا خديجه في المشكل ديال الحقن ديال البشره ديال الوجه. واخا لاله فاطمه شكرا لك، خليك معنا لان غتستفد اليوم من الاقنعه اللي تعطينا لاله عائشه، لان كتفتح البشره تتعطي كذلك واحد ليونه للبشره ديالنا وتتمنع التجاعيد، يعني ظهور تجاعيد ممتاز. الله عليكم انتم مستمعاتي منوريننا اليوم كيف العاده وفيقاتها نشطات ولو ساعه بكري، فما راهم غاديين ما عندي ما يتسالهم. يلا ناخذوا مكالمه. الو السلام عليكم. صباح النور. صباح الخير، كنشكر السيده اللي معاك. بارك الله فيك، تشرفوا باسم كريم، شكون معنا؟
انا فاطمة. فاطمة، فاطمة من اش من مدينة يا فاطمة؟ من مراكش. من مراكش، قولي لي يا فاطمة. انا بغيت نسول السيدة اللي معاك، بغيت شوية ديال التجاعيد حتى العين ديالي. شي وصفة الله يخليك. وصفة التجاعيد العين ديالك. شحال عمرك يا فاطمة؟ 31 سنة. 31، 31 سنة وبداو التجاعيد شوية في العين؟ حدا العين ديالي، حدا العين بجوج يعني. قولي لي يا فاطمة، كديري شوية ديال التجاعيد في وجهك، تعابير ديال العصبية ديال شي مرات؟ غير شي مرات، غير شي مرات، ماشي بزاف. ماشي بزاف. وكتهلاي شوية في البشرة ديالك، تتغديها كيف ما قالت لالا عايشة؟ كتشرب؟ لا 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 بدا لا بدا. الحمد لله كان عندي شي ظروف يعني، شي مشاكل، ما بقيتش سولت في هذاك الشيء، باش أثر عليا بزاف هذا الشيء، كيبان لي داك السني في حدا العين ديالي. واخا لالا فاطمه، شوف راه الاهتمام بالجمال تحيد داك الضغط وداك المشاكل. حنا اليوم معاك غادي نعطيك وصفات اللي غادي تحاول تنطلق وتعطي راحه نفسيه لذاتك وغادي تريحي ذاتك، لان الاهتمام فعلا بالجمال شي حاجه مهمه بزاف ياك لالا عايشه. غير ما تدير ماسك تترتاح واحد الدقيقه مكانه، تحس بواحد الراحه، تحس بواحد الهدوء والسكينه الحمد لله. فربما حنا راجعين دائما المشاكل والخلافات والستريس اللي ولينا كنعيشو فوقتنا، ولا تعطينا هاد العلامات القلق تاع الشتي، ولا كلشي مقلق، الصغير مقلق والكبير مقلق. والله يلطف بينا، الله يلطف بينا. ياك حنا معاكم ديما مستمعاتي ومستمعينا في الجلسه الزوينه اللي كتجمعنا مع العيالات المغربيات اللي كيتابعونا من مختلف مناطق المملكه، تنحييهم. حنا اليوم تسارينا انا وياك عايشه، ياك ما خلينا تقنت ما مشينا له، ما خلينا فات، ما خلينا جديده، ما خلينا مراكش، اكادير. حنا غادي ندورتنا بقى غادا مزيان، غادي نمشيو ناخذوا منك. السلام عليكم. الو صباح الخير. الو، طيب نقطع الاتصال على رقمنا دائما 0522 30 30 00، او رقم ثاني اللي هو 0522 31 33 33. نحيي كذلك ما نساش عبر صفحتنا على الفيسبوك كل اوفيائنا اللي كينضموا لينا، كيبعثوا لنا مساجات شكر ومحبات، يكتبوا لنا كذلك بعض الاقتراحات، او ايضا كيسولونا بعض الاسئله اللي عايشه. ان شاء الله غادي نقراو المساجات ديالهم. كذلك اللي تتابعونا واللي كنشكرهم من صميم القلب، www.radioamfm.com، من خلال موقع لالا فاتيمه، ومن خلال كذلك برامجنا، فانا كنقول لهم شكرا سواء داخل المغرب او خارجه اللي كيتابعوا باهتمام كبير كل برامجنا، فانتم اكيد فرد من افراد هذه الاسره الكبيره، فالله يخليكم علينا. لالا عايشه، نبداو نجاوبوا هذه المسامعات. ياك نبداو عند لالا خديجه وابو هاجر وفاطمه، وفاطمه كذلك اللي تقريبا نفس المشاكل، تتشابه اللون ديال البشره تيكون مختلف على اللون الجسم، لكن كيكون كتكون الجسد كيكون بيض ومسمر. اي هذوك يعانوا منه بزاف ديال النساء، بزاف ديال النساء. وبالنسبه للراجل اللي كيدير الكاسكيط وهذاك سميتو، هذيك الكاسكيط بحد ذاتها راه هي كدير التجاعيد، هي مشكل بحد ذاتها راه كدير التجاعيد. المهم انا غنعطي واحد المجموعه من الزيوت اللي مهمه، وغنعطي لهاد الناس زيوت اللي تقدر زعما ان شاء الله غتكون مفيده لهم بالنسبه للاناقه ديال وجمال ديال البشره ديالهم. كاين مجموعه من الزيوت كتقضي على التجاعيد، حنا ماشي كنقولوا مجموعه من الزيوت ومواد طبيعيه اللي كتقضي 100% على التجاعيد، ولكن باستمرار. كاين زيت الحبه السوداء، زيت زنجلان، زيت ارغان، زيت الزيتون، وكذلك مواد طبيعيه، كاين مسحوق الزعفران الحر، كاين العكر الفاسي اللي كيدوي السيد اللي تكلم على فاس، راه تبارك الله العكر الفاسي موجود تماما، تبارك الله. هي كاينه بودره الطين الابيض اللي مهمه بزاف، هاد بودره الطين الابيض، وكاينه بودره اللؤلؤ، هاد بودره اللؤلؤ اللي هي لؤلؤ في حد ذاتها، وهي من كيستعملها الدول الاسيويه، كيستعملها بزاف كشتي الدول الاسيويه في البشره ديالهم، كيكبروا في السن وكتبقى لابو ديالهم بيضاء وعندها واحد اللمعه ما شاء الله. وهذه اي حاجه ماده طبيعيه كتخدم طبيعيه على هي البشره ديالها، طبيعي لان اللؤلؤ راه شتي من الاعماق ديال البحار. بالنسبه للارغان ما شاء الله، انا غادي نقتصر، وحنا تنفتخروا بلادنا الحمد لله، هي اللي كتصوب وموجوده الشجره المباركه في بلادنا، زيت ارغان فمحظوظات اللي في اكادير وفي المناطق هذه ما شاء الله. احنا انا غنركز على ثلاثه ديال خلاص. واحد الزيته هي مهمه بزاف، يمكن هي كتفيد في المسائل ديال التجاعيد، زيت ديال الهندي، زيت الهندي اللي دارت واحد الضجه كبيره واخرا، دابا ولينا كنشوفوا تقريبا كاع الفلاحين اهتموا بهذا النبته هذه، ولاو كيحاولوا لانها كتصدر
هي ولات كتصدر للدول الاوروبيه وفي الجوده الخام ديال الخالص كاين في بلادنا الحمد لله. يعني حنا نشكروا بلادنا والله بلادنا جميله الحمد لله جميلة. طيبه وما كتعطي الا كل شيء طيب الحمد لله. طيب هل هذا كله مسائل حنا غنعطيهم بالتدقيق لنعطيهم وصفات مخلطه وجاهزه محضرين في جزء اللي مخبين حنا الاسرار يعني نخليهم مشوقين اكثر. دائما على رقمنا باش يبقى معنا دائما على رقمنا 05 22 30 30 00 او رقم ثاني اللي هو 05 22 31 33 33 او كذلك بصفحتنا على الفيسبوك راديو ام اف ام اوفيسيال. نعاود نذكر ان اليوم حلقتنا تنتكلموا على محاربه التجاعيد المبكره بطرق اللي هي طبيعيه، اقنعه وماسكات موجوده في التربه ديالنا، موجوده في الطبيعه ديالنا، موجوده في كذلك في ثقافتنا المغربيه. خصنا غير نعاودوا نحيوها ونعاودوا نهتموا بها لان فعلا كتعطي واحد الانجاز عظيم الى دومنا. ياك لاله عايش المداومه والاستمراريه مهمه بزاف اذا غادي نمشيو نسمعوا كذلك انا بعض المستمعات وناخذ اتصال. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. صباح النور لاله، مرحبا بك. انا فرحانه بزاف والله شفت لي الغط بعدا معاك. مرحبا لاله وانا فرحانه انا اكثر ان اليوم نوراني بوجودك معنا. مرحبا. عادي عادي 8 سنين وانا كنحاول نتصل والله الا 8 سنين لا ما يمكنش سنين واليوم شد لي الخط وخصنا نديرو لك كادو على هذا الحساب الا كانت ديال الاصرار ديالك كل الصبر سنين وانا تنعيط اول مره يشد لي الخط. مرحبا بك نشرفوا بالاسم كريم. شكون معنا واش من مدينه؟ انا اختي عائشه من خريبكه. عائشه من خريبكه 8 سنين وانت كتحاولي تتصلي بام اف ام ولا قبلت لك الخط؟ شتي سبحان الله العظيم واليوم والله جي ملي بدا البرنامج وانا كنصوني قلت والله ما قعدت يشد لي الخط. سبحان الله لاله عايشه ما عندي ما يتسال. كنت سويجين عجنت الخبز وبركت قابل التليفون ما عندي ما يدخل. ما عايش فقتي اليوم لاله عايشه؟ كنفيق مع 5:30 يوميا. يوميا مع 5:30 صلى على النبي. عندك وليدات؟ يعني 5:30 يلا نوجد الفطور وباش بيجيو الوليدات لبرازا ولكن خدامه حيت انا في التعليم. ولكن عندي نص نهار الاولاني نمشي نص نهار الثاني بحال اليوم ما عندي حتى العشيه حتى العشيه عاد غنمشي. تبارك الله عليك لاله عائشه ما عندي ما يتسالك. شحال عندك ديال الوليدات عائشه؟ حيت دابا انت اول مره شدك الخط بغيت نتحدث معك شويه. عندي ثلاثه عندي ثلاثه الوليدات. ثلاثه الوليدات ما شاء الله الله يخليهم عندي جوج بنيات ووليد. ان شاء الله جعل فيهم البركه وتفرحي بهم لاله عائشه. قولي لي الله يطول عمرك كتهلاي شويه في جمالك صحتك ولو هاد الوليدات وهاد المسؤوليات. والو والو يلاه بالك علاش عيطت بغيت نسولك. انا عندي 41 عام. تبارك الله بطولة عمرك ياك. الله يحفظك ولكن ما عمرني ما درت شي حاجه لوجهي نهائيا والو ابدا لا فون داك لا فون داك خون لا داك اكرون توتال فون لا ما ياش ما تنديروش لا في عراده لا في مناسبه لا في جمعيه لا في جليسه مع راجلك لا والو كندير غير شويه الكحل صافي ونمشي ايه وصافي بارك ما عرفتش علاش الاول في الاخر وليت نحس بحال لابو شويه بحال تجاعيه بحال اللي تنشوف دابا وجهي واخا انا ما عنديش التجاعيد وانما تنحس بهاد لما تنشوف الحكا في المرايه تيبان ليا بحال بدا تيعيا الوجه وقلت نسول شنو ندير. انا عندي البشره دهنيه. بشره دهنيه ايه بشره دهنيه وكان بحال دابا بعض الخطر تيكون سخانه اللي تتخرج حكا في جنب الفم ولا شي حاجه وليت كنلاحظ كاع من بعد ما تندير الدواء كنمشي لعند الطبيب كيبقاو لي بحال شي بقاع تهويب. انا بيضه ايه يعني بيضه بزاف كاع بلا قياس لدرجه ان ما عندي لا صار لا والو طلع عندي لا والله العظيم كانت الوالده سبحان الله يرحمها تقول لي هذا الراجل ما عرفتش علاش خداك بنيتي من الوسط بحال خداك على حوايج اخرين يا لاله عائشه ماشي جمال هو كل شيء. الروح طيبه الاحساس زوين يمكن على الاصلك طيب راه ماشي غير جمال هو كل شيء. هذاك الشيء اللي كاين والله وبغيت مع ماش ممكن ندير كنحس دابا بحال شي شويه تيبان لي بعض الخطرات الصباح بحال الجنب ديال العينين من جنبك العينين لتحت بحال شي شريطات ماشي كيماش كثير وانما بحال شي شريطات بحال هكا. واش شفتي لاله عائشه دابا الوجه ديالك بدا تيهضر معاك تيقول لك وديها فيا شويه راكي هملاني جا الوقت باش تهلاي فيا. حنا مع لاله عائشه اليوم غادي تهلا في عائشه غتعطيها وصفات وغتعطيها حويجات اللي تغذيك البشره ديالك. وانا كنشكرك بكل كلمه الشكر صراحه على الاصرار ديالك وعلى محبتك انك تواصلي معايا. شكرا لك بزاف 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 يا لاله عائشه والله يحفظ لك وليداتك وما تكونش اخر مره انك تكلم معنا ونسمعوا صوتك ونسمعوا كذلك خبيراتك. ايوا حنا معاكم ديما في هاد الجليسه الزوينه اللي جمعني مع كل مغربيات. انا فرحانه اليوم كنسمع مغربيات لاول مره كنسمع كذلك فتيات كيهتموا بالجمال الطبيعي وباغيين يعرفوا اسرار الجمال وحنا غادي نحاولوا نعطيهم كل الامور اللي هما محتاجين ليها. غادي نمشيو ناخذوا مكالمه. الو السلام عليكم.
الو السلام عليكم. وعليكم السلام لاله، صباح النور. شخبارك؟ صباحكم مبروك علينا وعليك لاله. انا نجات من المحمديه. لاله نجات من المحمديه، مرحبا بك. بارك فيك لاله، كنشكرك وكنشكر الاخصائيه اللي معك. بارك الله فيك. قولي لاله نجات، كاين شي جو زوين في المحمديه؟ كاين شي رياضات؟ كاين شي؟ والمحمديه غتسمات مدينه الزهور بلا زهور. ما كاينش الزهور والو. الله الله. عندنا بارك واحد في المحمديه. انا عارفه هذاك البارك، تبارك الله. هو اللي كاين محظوظين به، زوين هذاك البارك، زوين. هذاك هو الاطلاله الوحيدة على الطبيعة اللي عندنا. بارك الله فيك لاله نجات. واك دابا جا الوقت البحر، احنا غادي نمشيو للبحر ياك لاله. مرحبا مرحبا. قولي لي نجات، شنو حب الخاطر؟ شنو بغيتي تسول عيشة اليوم؟ شنو الموضوع اللي يهمك تسولي؟ ولا العيشة، انا لابو ديالي حساسة وماشي بيضاء ماشي سمراء. ميلونج. في مؤخرا تعرضت لواحد الحرق، ولكن حرق كان غير بريمير دوغري في الوجه ديالي. لاباس عليك لاله، لاباس عليك. الله يبارك فيك. الحمد لله دابا مشيت عند ديرماتو والحمد لله الوجه ديالي تنقى ليا شويه. ما بقاوش شي الحروق ما بقاتش باينه، غير هي دابا تندير ليكرون وليت تنخوف، قال لك ما تعرضش للشمس. تنحاول نيفيتي الشمس، ما نتعرضش لها. ما تجلسيش بزاف في الشمس. ودابا بغيت ندير دي ماسك وداك الشيء. دابا كنسول الاخصائيه اللي معاك واش ممكن نديرهم ولا ما نديرش. واخا حنا غنجاوبك على هذا السؤال. وصل عندي عليك وشكرا. الله يبارك فيك. وعندي واحد شويه تجاعيد. ما عرفتي على لاج ديال 28 تبارك الله، وماشي مشكل، هذا هادشي مقدور عليه. انا عندي 45 سنه، نقدروا نبادروا من دابا. نعطيك شنو ندير؟ عندي ولاو عندي واحد هاد لي تخيل اللي كيكونوا حدا الفم. نازلين من المنخر وحده الفم، عندي واحد شويش وعندي تحت العينين ديالي شويه. تحت العينين شويه. واخا. طيب لاله نجات، انا كنشكرك بزاف على المكالمه ديالك، وان شاء الله غادي نعطيوك شي اقتراح، فخليك معنا. ودائما انا كنحيي كل الناس اللي كيتبعوا معنا اليوم موضوعنا الجزء الاول، تناقشوا فيه هاد الجلسه المغربيه مع امور اللي هي بسيطه من الطبيعه ديالنا. مورود اللي هو زوين، تنعاودوا نحيوه دائما في حلقات لاله فاطمه. طلب منكم انتم مسامعاتي ومسامعينا، دائما الاحساس بالجمال شي حاجه اللي هي زوينه بزاف، دائما تنبع من الداخل ديالنا، فيلا عطينا غير الاحساس بالراحه بالسكينه بالهدوء بالطمانينه، وضفنا له هاد اللمسات ديال بعض الاقنعه البسيطه، فالحمد لله الغرض تيتقضى. ياك لاله عيشه. نعم اختي، بعدا بغيت واحد الملاحظه، ان قولي لي كيجاوبك مسامعاتي بعدا اليوم، كيجاوبك المستمعين تبارك الله عليهم ما شاء الله. ان راه حنا عارفين بان المراه المغربيه راه كتحافظ على الاناقه ديالها، والدليل هو هاد المكالمات. لان هاد المكالمات كتبين بان المراه راه كتعتني. كاين اهتمام، كاين اهتمام. كيقولوا هما دابا ما كيعتنيوش، ان فوا هزوا التليفون وتيهيطوا راهم معتانا. اذا راه تيهمهم الموضوع. كيهمهم الموضوع. حنا مرحبين بكل مكالماتهم، لو كان عندنا الوقت الكافي ناخذوا كلمات ثلاث مغربيات اليوم. نسمعوا كل وحده وحده. ما كاين حتى مشكل، خطوطنا مفتوحه دائما على ارقامنا 05 22 30 30 00، او رقم ثاني اللي هو 05 22 31 33 33. ويمكن الا كان هناك اتصال ناخذوا. يلا الو السلام عليكم. الو السلام عليكم لاله سميه. وعليكم السلام لاله، صباح النور. نعم لاله. عاش نسمع صوتك. انا من القيدومين ديال المعرض الدولي، يعني من زينب خديجه الى سميه اللي كنحمق عليها والبقالي اللي عقلتي عليه. لا اله الا الله، ما تقولش لي ما تشرفينيش بزاف. وحق الله العظيم سميه، ولا قدرتي تعرفيني انها خديجه حمزاوي. خديجه حمزاوي، لاله خديجه عاش نسمع صوتك يا لاله خديجه. صباح مبروك. قالت لك بان 8 سنين انا عندك العهد، وانا زي سي 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 وما تيتقبلكش الخط. سي سي دابا كاينه شي تكنولوجيا حديثه اللي خلاتنا نشدوكم. لا اله الا الله، واختي نفرح بكم اليوم، ندير لكم كادو اليوم. وانا كنشكر الدكتوره اللي معاك. بارك الله فيك. وكنقول لك بسم الله ما شاء الله عليكم من اتل زين. بارك الله فيك. لاله اختك لاله. ما شاء الله على ام اس ان. لخالد نزار ولا الخمسي ولا بسم الله، يعني بدون استثناء كلكم صلاه على النبي عليكم. هذه من ناحيه. من ناحيه اخرى اللي كنبغي ننصح النساء المغربيات، كنقول لهم المشي، شرب الماء، الرياضه، الصيام، كونوا على يقين تكونوا من ذاك الشرف. هذه ما ياخذكش فيها اختي سميه. برافو عليك لاله خديجه، عطيتي الخلاصه الزوينه اللي ما نعاودوش نناقشوا فيها. كنظن بانك راه كتعرفيني وسميتو هذا بالنصائح اللي كنا خدينا بعضياتنا. الحمد لله بالمسائل ديال الذكر، والذكر مخ العباده. ايوه. واليقين، اليقين بالله، والايمان، الايمان، الايمان. هادشي اللي كاين، هادشي اللي كاين لاله خديجه، ما ياخذكش فيها الشك. انسان يكون مآمن بالله سبحانه وتعالى. ولا هضرتك ولا كلامك كله كنحس به في الجسد ديالي.
الله يعطيك الخير لاله خديجه. والله العظيم لما كتقلوني بهذه المحبه ديالك انا ما عندي حتى شي سؤال. عيطت نشكرك. بارك الله فيك. شتي قلت لك لاله خديجه انا كنستافد منكم كلكم. بارك الله فيك. وانا النوع اللي كيطبق اللي كيسمع وكيطبق يعني فعل سمع وتمتع يا انا. ما شاء الله عليك خديجه. شوف رحنا مفخره لينا ان يكونوا مغربيات يسمعونا بحالكم. بارك الله فيك على محبتك. وانا كنعرفك ما شاء الله عليك ام كذلك وزوجه طيبه وفي تعاملك رائع وحتى في محبتك للبعضيات نحن كاملين كنت كتسندنا خير سند. فمرحبا بك لاله خديجه. انت كتعرف المقر ديال ام اف ام. جي عندي وقت ما بغيتي. انا راه كل صباح تنكون هنا في المقر. اجي عندي نشوفك ونتواصلوا من جديد. وتنحيي كل عائله الحمزاوي لان ما دوزناش قليل ما شاء الله. كانت محبه كبيره. بارك الله فيك لاله خديجه وانا شرفتيني اليوم. وصراحه شنو نقول لك انا حشمانه من هذه المحبه ديال هاد الناس كاملين ما تعرفش باش نكافئهم ونجازيهم. شنو بالك لاله عائشه؟ داكشي اللي كاين ما شاء الله. يلا نمشيو ناخذوا مكالمه اخرى. اليوم يا مريم جبتي لي حبابي القدام ما عندي من كلمات مكالمات. يلا ناخذوا مكالمه. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله لالة سمية. صباح النور يا حبيبتي. شخبارك؟ الخير والربح والتيسير وصباح من كل هو جميل مع هاد البرامج العجبين الزوينين. بارك الله فيك. من هاد الكنا هادي باين راك شفتش اليوم المكالمة. مرحبا بك. بارك الله فيك يا حبيبة لالة سمية. معكم نعيمة من مراكش. كي داير مراكش ومالي؟ شكركم بخير وعلى خير الحمد لله والشكر لله. دابا راه الجو ممتاز دابا في مراكش. اللي بغى يزور مراكش هادي الوقيت. ومشرق وزوين. الحمد لله بوجودكم لاله نعيمه. الحمد لله بنت سميه بغيت نقول نزيد الحمد لله على الامان والسلامه اللي عطانا سيدي ربي. الله يحفظ لنا مالكنا ويطول امين يا ربي. ونعمه كبيره هذه. الحمد لله الحمد لله. شغل ملي كنفيقوناش تينا تكون فضل. الحمد لله. قول لاله نعيمه شكرا. تشكر لاله عائشه. تنشكر الله يرحم الوالدين. بغيت واحد السؤال الله يسهل عليكم. انا عندي البشره تاعتي كانت بخير وعلى خير. دابا عندي ولات البشره حساسه تتحمر. اش درتي لها يا لاله نعيمه؟ شنو درتي؟ المشكل هو ما كندير حتى حاجه. ما كدير ما كندير حتى شي حاجه. وبالاخص دابا سميه حيت ندخل للحمام اول حاجه تتمشي ديال السخونيه ديال وجهي تيولى احمر. كتجلسي في البيت سخون بزاف؟ لا 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 عكس لا بالعكس. في البارد تنقعد في البارد والله ما تنقعد في شي سخونيه. ما ندير حتى حاجه دابا. هذا هو المشكل. واخا ولات حساسه بزاف. حساسه غير تتحمر بزاف. لا تحمر ايه. واخا شي مشكل اخر؟ تجاعيد في وحده العين؟ لا هو التجاعيد مخشاش. مخشاش ايه. قولي قولي لا لا اي ما غيقول احنا نستروا بعضياتنا ما كاين مشكل. فين كاين؟ في العوينات ولا في الوين؟ لا ضحكنا حدا الفم. حدا الفم ايه. ايوا المهم هو هذاك. وشوف دابا انت في مراكش راه في منطقه فيها شويه ارتفاع درجه الحراره خصك ترد البال. ماشي يمكن الشميشه تردي البال. بعدا ما تنديرش ديك حيت دابا البشره تاعتي حساسه خصك ندير شي بومادا تاع الوقايه الشمش وما نعرفش اش ندير. لا كيف ما قالت لك عيشه دير غير طربوشه لاله. راه عندكم ديك الترازات ولا ديك الترابش الكبار راه مراكش راه رخيص راه ما الثمن ديالو ما غالي شي بزاف. ما تفرطيش فيه. حتى حاجه ما غالي على ما تفرطيش فيه. بقى ملي تخرجي ضربي دويره ولا تقداي ولا هذا ديريه في راسك تحمي منها راسك وتحمي منها بشرتك. واخا تقطع اتصال مع لاله نعيمه. يلا غادي نرجعوا لان فعلا ما سخيتش. غادي نمشيو في موضوع حلقتنا حلول رائعه لمحاربه التجاعيد لكل السيدات اللي مهتمات معنا وحتى الرجال علاش لا يقيدوا معنا هذه الاقنعه اللي هي قلنا من المواد الطبيعيه. رفقه لاله عائشه منيب اللي هي اخصائيه تجميل كذلك عندها ما شاء الله خبره كبيره في مجال ديال الامور الطبيعيه سواء زيوت او كذلك بعض الخلطات. لاله عائشه المغربيات كينتظروا منا شوقناهم ما فيها الكفايه نمشيو دابا نعطيوهم اقنعه اللي هي واجده. نعم اختي دابا شفنا حنا بعض السيدات اللي كيعانيو عندهم بشره حساسه كاين اللي عندهم بشره دهنيه كاين اللي عندهم جافه. السيده اللي قالت كانت عندها حروق في الوجه ديالها وبقى عندها شي تجاعيد. اذا مجموعه من الاشياء اللي ذكروها النساء اليوم وانا نحاول نعطيهم طرق اللي 100% ولا 100% زعما ان شاء الله الوصفه جميله جدا. انا نركز على انا كاين مجموعه ديال الزيوت ولكن انا نركز على ثلاثه تاع الاشياء اللي مهمه بزاف واللي كتراها عالميا. كنقول عالميا ماشي غير العالم كله الناس كيستعملوا هاد الزيوت وهاد المواد. ناخذ في الاول زيت ارغان. زيت ارغان هو كيطيل مده الحياه ديال الخلايا الجلديه وكيقضي على التجاعيد
وزيت زيتون كذلك ومرطب للجلد وكينقص من التجاعيد. الا بقينا كنستعملوه كينقص من التجاعيد. وبودره اللؤلؤ اللي قلنا راه معروفه في الدول الاسيويه ودخلات دابا دخلات كتعطي نتيجه مزيانه للنتيجه كتعطي نتيجه رائعه. والغريب في الامر ان هاد بودره اللؤلؤ كتتخلط مع شي مواد ولا صفر هي بوحدها هذه الطرق لان هذه بودره اللؤلؤ سبحان الله كتشد الجلد كتفتح المسام وكتشد الجلد وما كتخليش التجاعيد يكونوا في الوجه البشره يعني وكطيل مده حياه الخلايا. هاد ثلاثه الاشياء اللي بغيت نركز عليها هما اللي غنعطي فيهم الطرق لانهم مهمين بزاف وكيحسن له الصداره. بالنسبه للارجان انا بعض النساء اللي ذكروا في بعض المستمعين اللي ذكروا بان البشره ديالهم كاين المعمر ما استعملت شي واقي كاين الوجه كيحمر ليها وداك الشيء وكتخاف ان دير شي اقنعه ولا شي حاجه. هذه السيدات كنصحهم باش يستعملوا زيت ارغان في الليل يستعملوا في الليل استعملوا ليلي ما تخمديروش وتخرج من الشمس خرجت غادي تحرق لها الوجه ديالو غيتبدل غيولي داكين وغيولي بعض النساء كيستعملوا الزيوت تيخرجوا في النهار واشعه الشمس مع الزيت كتعطي البرونزاج في الوجه كيبقى الجسد بيض وكيبقى الوجه داكين. اذا خصنا حنايا الزيوت دائما مني كنسالو توضع بالليل وفي الصباح كنغسلو بالماء شويه يكون دافي باش وبالصابون الطبيعي اللي معروف راه صابون كاين صابون ارغان كتستعمليه كتغسلي به الوجه ديالك باش ما كيبقاش دوك الزيوت في الوجه باش ما ياثرش عليك اشعه الشمس. زيت تحطو غير بوحدو ولا تضيفو شي حاجه بوحدو؟ الناس اللي عندهم البشره دهنيه او لا دهنيه ولا باشه ولا جافه عفوا راه زعما عنده واحد ما شاء الله ترطيب خطير وزيدوا هاد شجره ارغان المعروفه عندنا حنايا ما شاء الله وحنا عندنا ما كاينش بلاصه اخرى ربي غنانا بها وحنا راه كنتحسدوا على هاد على هاد النعمه هذه الحمد لله الحمد لله. الطريقه الثانيه اللي هي اللي غنعطي بالنسبه للنساء اللي عندهم البشره دهنيه وبالنسبه للنساء اللي عندهم بشره جافه هي عباره عن ماسك وسهل جدا يعني ما كيحتاجش ان الانسان يعجز عليه ولا يقدر يداومه يوميا حيت ديالي كتعجز انها دير شي خلطات ولا ماسكات كتاخدي معلقه ديال بودره اللؤلؤ اللي هي معروفه موجوده في كل الاماكن عند هذا كتاخدي ملعقه صغيره ديال اللؤلؤ وكتاخدي ملعقه ديال الحليب على الحليب كتمزجيهم كتديرهم على شكل قناع على الوجه ديالك وكتبقى ثلث ساعه وانت دايره ماسك كتشد الوجه ملي كتغسليه كتحسي بوجهك المسام ديالو تفتحو وتشد هذا تيغير حتى اللون يعني تيفتح البشره مع المداومه وواقي حتى الشمس وواقي الشمس الصباح كيكون واقي ومن بعده الى دارتو بالنهار وفي الليل دارتو ممكن انها ملي كتكمل كتدهن بزيت الزيتون اييه تتسالي القناع ديالها وتغسلو تدهن بزيت الزيتون وفي الصباح تغسل وكتبقى مداومه. بالنسبه للبشره الجافه نفس الطريقه ولكن عوض مش نفس الطريقه كناخذ معلقه صغيره ديال بودره اللؤلؤ ولكن كنديروا معاها ملعقه ديال الياغورت الياغورت طبيعي مسوس حيت ملي تنمزجو هذا كتديروه على شكل قناع الوجه ديالها البشره كتخليه مده ثلث ساعه وتتغسل الوجه ديالها ومني كتغسل الوجه ديالها يمكن لها ثاني تعمل الزيت احنا دابا في المواد الطبيعيه يمكن تخلطوا بشي حاجه اخرى الا ما كانش بودره اللؤلؤ تقدر دير الطين الابيض الطين الاخضر تقدر دير الطين الابيض الطين الابيض هو مهم جدا هو راه مسحوق كيشبه بودره اللؤلؤ هو غني بالاملاح المعدنيه والفيتامينات نعم هو كدير نفس المشكل كدير معلقه ديال الطين الابيض وكدير معلقه ديال الحليب وكتمزجهم مزيان وكتخليهم ماسك على وجهها. هادو علاش كنقول هاد الشيء لان تقريبا كاع هاد النساء اللي هاد المستمعات اللي ذكروا اللي عندهم نفس المشكل هو ديال الوجه ديالهم غامق بزاف المشكل المقارنه مع المده كتعطي واحد البياض ولكن انا كنداوم على كنقول استمراريه ماشي كديريها مره نهار ولا يومين وصافي وبحال السيده اللي قالت انا توصلت 45 عام عاد فقدت العينيه بان تحت من عينيه لا خص مداومه. دابا هذيك راه ماشي مشى الوقت
باقي الوقت، باقي تلعب على الوقت، باقي دير هاد لي ماسك، باقي ان شاء الله ولكن كنلح على النساء اقلها بعد غير شهر الاستمراريه باش تعرف النتيجه. المداومه المداومه ويا سيدي غير بان الفرق غادي تحمس اكثر وغتبدا تدير. هذا الشيء كيوقع لي انا شخصيا اللي كندير شي قناع كيعجبني. النهار الاول ما كنكونش متحمسه له، النهار الثاني من بعد اسبوع كتعطي النتيجه تتولي كتعطيني الانسان الشكيب كتشجع اكثر انها تكمل. حيت كاين اللي كتقول لك مثلا درت اختي هذا الماسك ودرتو ما عطانيش، ما عطاكش لانك ما داومتيش. بغيت ديري بحال الدواء، الدواء اللي شربتيه غير النهار وما كملتيش تريتمون ديالك ما غادي تعطيك والو، ما تعطيك والو. هذا هو المشكل ديال اللي كيوقعوا فيه النساء. نرجعوا لبعض المشاكل الاخرى اللي قلنا احنا باش كناخروا، يمكن التجاعيد، كاين شي اقنعه خصوصا على محيط العين لاله عائشه وعلى محيط الفم. هنا في كي تركزوا بزاف خطوط التجاعيد. كتركزوا تحت من العين وهنا من جهه الفم كتكون واحد التجاعيد خصوصا دوك النساء اللي كي ازاله داك الشعر من داك سميتو كيكون عندهم الشعر فسميتو كيبداو ازاله الشعر. هذوك حتى همايا مع المده كيديروا داك سميتو كيحيدوا الشعر، مع المده كيبداو يبانوا التجاعيد فوق من ما بين الانف وما بين الشفه الفوقيه. هذوك كنصحهم انايا، كنصحهم باش يستعملوا، انا متاكده بانني ملي كنقول لهم هذا زيت ارغان راه ما كنقولهاش عن فراغ. انا ملي كنقول زيت ارغان راه زيت معروفه وزيت عندنا احنا عندنا في بلادنا. يعني اي شيء زعما سبحان الله العظيم، حنا عندنا كل شيء طبيعي، خصنا غير نتبولو، خصنا غير حنا نتبولي. زيت ارغان كذلك ممتاز لهنوه غير ممتاز زيت ارغان، ونركزوا عليه في محيط الفم وفي محيط العين. محيط العينين مهم بزاف زيت ارغان، ما شاء الله زعما راه هو نعمه من عند الله. وبالنسبه كاين زيوت اخرى، زيت الحبه السوداء ممتاز، هو زيت الحبه السوداء يقدر يدار بوحدو ولا يتخلط مع شي حاجه اخرى. زيت الحبه السوداء يدار بوحدو. حاولوا هاد النساء اللي كيعاودوا كيقول لك انا عندي بحال اللي كندخل الحمام وكيكون واحد الحميرار وهذا، هذيك راه ماشي عندها حساسه 100%. يعني قد ما الانسان دار غير زيوت بلا ما يدير داك المزيج ديال حين كيكون غير بوحدو كافي، الا استعملنا غير ماده واحده بلا ما تنكثروا ونرهقوا البشره ديالنا بكثره الخلطات. كثره الخلق شتا السيدات ما كتجيهاش صعيبه انها تخلطوا بالمقادير مضبوطه. ها هو الزيت ديالها هنايا، ها هو هنايا بحال السيده اللي قالت لك انا ما عنديش الوقت، انا ما عنديش الوقت نهائيا، خصني شي كريم ديال بحال اكخون. اييه اكخون لوجي، دابا الناس كيبغوا ياخذوا المراس ولات قالت كيفاش يمكن ليا ناخذ اكخون لوجي ديالي. انا كنخاف، اي من حقها تخاف لان البشره هي كل شيء. اذا هاد السيده انايا نصحتها في الاول ان الاكخو راه كتاخذي غير كريم اساسي طبيعي، اما كديري فيه بودره ديال الطين الابيض ولا كديري بودره اللؤلؤ. هذيك كديري هذاك هو اصلا واقي الشمس فيه الكفايه. ايه فيه الكفايه واقي الشمس، ما عندكش مناش تخافي. بحال درتي ايكرون اللي هذا كديري هذا، وهذا الشيء تقريبا زعما ما شاء الله على النساء ديالنا راه ولاو كتمشي للحمام كتلقايهم جايبين الغاسو وجايبين صابو البلد. انا من عاشقات هذه القضيه، كنحماق على نهار الحمام ديالي نهار خاص. هذاك الشيء كيعجبني نتاع نفسي، ندير خلطات هالحنة العكر الفاسي الحرة ديال الحامض. أيه. حتى الحنة تاهي ملي كديري قطرة ديال الحامض في الحنة بالنسبة للسيدات اللي كتعدهم الوجه ديالهم في اللون كيفتح البشرة ديال الجسم. ملي كديري الحنة وكديري واحد المعلقة ديال الحامض وكتدهني بها الجسم كامل، اليوم على يوم اللون توحيد اللون توحيد اللون كيعود اللون واحد. إذا كاين النساء اللي زعما ما شاء الله عليهم اللي الغسول، حنا هضرنا النوبه الاولى قلنا حنا نحمد الله ونشكروه، ماشي بحال الوالدين ديالنا اللي كانوا كيديروا داك الشيء عشوائي. الحمد لله ونشكروا انه عندنا متخصص في هذا المجال اللي وليتي كتمشي في اي بلاصه كتلقاي تداوي بالاعشاب، كتلقاي تعاونيات كيستعملوا هذه القضيه، جمعيات كذلك تيخدموا على هذه المسائل الطبيعيه خاصه في التجميل وصوب مقاد. ممكن السيده انها تلقى داك الشيء اللي تتبغيه. الزيت الهندي حتى هو فاش كيستعملوا نيت في جمعيات كيديروا الوجه حتى هو ما شاء الله. كاين بالنسبه حتى الا بغيت الانسان يدير كاع في الوجه ديالو والجسد ديالو راه كاين كتقدري ديري
مثلا هاد الطين، هاد الطين المسحوق ديال الطين الابيض، مسحوق ديال الطين الابيض هذاك راه كتاخديه وكديريه مع غير داك الماء المعدني، الماء المعدني طبيعي. وكت ومني كتمشي مثلا للحمام، كتمشي للحمام قبل ما تدخل، قبل ما تدخل الحمام كدهني به الفيزاج ديالك، كدهني به الفيزاج ديالك، الوجه، الوجه ديالك، وكتبقاي شويه باش كتدخلي. ملي كتدخلي ديك اللي عندها لابو حساس سبحان الله العظيم، ما كي ما هو كيخفض من هذاك التاثيرات ديال ديك السخونيه ديال الحمام. الطين الابيض نخلطوه مع مياه معدنيه ندهنوه على البشره ديالنا قبل ما ندخلوا، قبل ما ندخلوا الحمام. شحال نبقاو تقريبا؟ تقريبا شي ربع ساعه، ربع ساعه ما بين تحيد حويجها ما بين توجد باش تدخل الحمام ديالها. ما شاء الله عليك لاله عائشه، انا بصراحه والله ما سخيت بك بجلستك اليوم، عطيتينا افكار اللي ناخذوها بعين الاعتبار، لان هذا موروث ديالنا الحمد لله، ومن هذه الارض الطيبه كاين موجود، ما كاين حتى في بلاد اخرى. فنغتنموا الفرصه، حنا عطيناهم فكره زيت الارغان مهم بزاف، زيت الهندي كذلك ممتاز، هاد البودره اللي تكلمنا عليهم اللي هو ماده طبيعيه خام ممكن يستعملوها باش يحافظوا على الجمال ديالهم ويعجلوا ويأخروا ظهور تجاعيد مبكر. انا كنتمنى لك التوفيق وصحه وسلامه. شكرا.